ذبحتني انت بتوس. هذا عود ثاني شباب من نفس الخشب بس مسويه هو بالدوزان العربي. هذا خشب الروزوود انديان روزوود وخشب المهوغاني كير مهوغاني. وهنا نفس الشيء مسوي روزوود وهنا مهوغاني مغلف الزند بالروزوود. العود 19.5 للدوزان العربي اللي هو الدو دو دو دو. بس هنا مو داهن الوجه. في ناس ما تحب الوجه مدهون مثل اخواننا الاتراك يعني. وهذه خشب what is the kind of this wood? It's stained maple. Maple, stained maple. This one. Black maple. Black maple. وهنا روزيتا هذه العربي القديم سويها نقشات العربية هذه. هنا مسوي الكيرف هذا جميلة مسويها. I like this style. Very nice. 49.5 في 35.5 ها؟ يس 35.5 هنا مسويه وهذا 49.5 نفس المقاس. الفرق عن هذاك هنا الارتفاع ارتفاع الأوتار هنا أرفع شوية غير الدوزان العربي. مسوي شوف ارتفاعه هنا شوي 1 سنتيمتر 1.1 سنتيمتر. And another one Iraqi 0.9 9 ملي. وهذا هذاك مسوي 9 ملي وهذا مسوي 1 ملي 1 سنتي و1 ملي. يقول إن في فرق يعطي الصوت اختلاف شوية. هذا اللي حبيت أتكلم عنه كشغل. رجال قاعد يتقدم صراحة يعني شوية بس المفروض أنا أشوف إنه يتقدم أكثر يعني. كل شيء حلو. أنا عجبني والله العود ده كثير يمكن لأني أحب الدوزان العربي. Thank you حبيبي.